للحديث حول بيان وزارة الخارجية بشأن التصريحات الأخيرة لقرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط في نوفمبر، يسعدنا ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار والخبير النفطي دكتور محمد الصبان. مساء الخير دكتور محمد، وأهلا بك في نشرة الأخبار من قناة السعودية. بيان وزارة الخارجية أكد أن نهج وسياسة المملكة المتوازنة للحفاظ على سوق الطاقة العالمي وكشف التصريحات المسيسة الأخيرة الرامية للإضرار بالقرار، قراءتك حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع المجتمع الدولي جميعه استغرب تصريحات الرئيس إدارة الرئيس بايدن بالنسبة لقرار تحالف أوبك بلس، والذي قرر تخفيض 2 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر نوفمبر القادم، والاتهام بأن المملكة العربية السعودية بالتحالف مع روسيا قد أجبرت الآخرين على اتخاذ مثل هذا القرار. أولا، التحالف هو 23 دولة، والتصويت يأتي بالإجماع، بمعنى لو دولة واحدة رفضت فإن هذا القرار أو ذاك القرار لن يتم. ثانيا، الانتقادات التي لحقت أو جاءت ضد الرئيس بايدن أو إدارة الرئيس بايدن جاءت من داخل الولايات المتحدة، بأن المملكة العربية السعودية لا يد لها، هي عضو في، صحيح هي أكبر من أكبر المنتجين وأكبر المصدرين، لكن هذا القرار قرار جماعي لتحالف أوبك تمت دراسته، وهي خطوة استباقية قبل أن يكون هنالك ركود عالمي. وقد اتخذت مثل هذه الخطوة في عام 2020 قبل، مع بداية أزمة كورونا، حينما خفضت الأوبك بلس الإنتاج بأكثر من 2 مليون برميل تحسبا للضعف في نمو الطلب العالمي، وهي تتخذ نفس الإجراء الآن. المملكة العربية السعودية لطالما عبر العقود الماضية وصفت بأنها مصدر آمن وموثوق ويمكن الاعتماد عليه. نحن نستغرب هذه اللهجة وهذه الاتهامات التي وجهت للمملكة بأنها تعمل ضد الولايات المتحدة. المملكة العربية السعودية والتحالف أوبك بلس لا يعملان ضد أي دولة، إنما هو تحالف اقتصادي، وجميع الدول الأعضاء هم شركاء اقتصاديين يحققون مصالحهم ومصالح المنتجين والمستهلكين معا في هذا الإطار. نعم دكتور محمد، يعني منذ نشأة منظمة أوبك كانت تتخذ قرارات يعني ساعدت سواء في خفض الإنتاج أو رفعه على حماية السوق العالمي. بالمقابل، كيف تقرأ واقع الأزمة التي تعيشها أوروبا، خاصة فيما يتعلق بسوق الغاز، وهل يجب أن يسلط الضوء عليها بدلا من التصويب على قرارات أوبك بلس وتوجيه تصريحات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، خصوصا ما نشاهده في أوروبا من أزمة حقيقية في الغاز؟ أوروبا تعاني من أزمة حقيقية دفعتها الولايات المتحدة إليها عن طريق العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل جميع الدول الغربية على روسيا، ولم تحسب دول الاتحاد الأوروبي بأن هذه العقوبات ستعود إليها مباشرة، وهذا ما حدث سواء بالنسبة للغاز أو النفط. حينما تفرض حظرا على النفط الروسي وتفرض حظرا وتحدد وتحاول أن تحدد سقفا على أسعار الغاز، فروسيا لن تقف مكتوفة الأيدي، لديها الكثير من الأسلحة التي توجهها، وهي تدريجيا بدأت تخفض من توجه الغاز الروسي إلى أوروبا، وهذا ما أدى إلى رفع الأسعار. طبعا أمريكا تعمل هذه لصالحها، نحن نعرف بأن الولايات المتحدة الآن، وتشتكي أوروبا من الولايات المتحدة، الرئيس ماكرون ذكر بأن الارتفاع الكبير 4 أضعاف أسعار العالمية هو السعر الذي تفرضه الولايات المتحدة لصادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا، وهذا استغلال سيء. أنا لا أعرف كيف
تصمت دول الاتحاد الأوروبي ربما من منطلق الحاجة، لكن هذه الدولة التي تستبد بالأسعار تتهم المملكة العربية السعودية بكل أصناف الاتهامات بل وتهددها. وأنا أعجبت جدا بالبيان الذي يبين أنه أن المملكة لا تقبل مثل هذه التهديدات، وأن المملكة دولة ذات سيادة وهي تعمل لمصلحة الاقتصاد العالمي ككل. إذن المستشار والخبير النفطي الدكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.